بأحكام القرآن الكريم وحفظه. إنه المركز الثقافي الإسلامي الشيخ أحمد حماني، أحد المعالم التاريخية التي تزخر بها ولاية جيجل. زارته نجاة سوكو وعادت بهذه الصور. المركز الثقافي الإسلامي الشيخ أحمد حماني الواقع وسط مدينة جيجل، منارة للعلم والعلوم، أنشئ سنة 2012 وبني على الطراز المعماري الإسلامي الأصيل. يعد تحفيظ القرآن الكريم وتلقينه للناشئة من المهام السامية التي يطلع بها المركز الثقافي الإسلامي. مهام فرع المركز الثقافي الإسلامي على وجه الخصوص بعث ونشر الثقافة الإسلامية، وتشمل هذه الأمور في تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والمحاضرات والحفلات، القيام بالبحوث المتعلقة بالتراث الإسلامي وأعلامه على مستوى المنطقة، إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، وهذا بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وما يشد انتباهنا في هذا الصرح هو الإقبال الكبير للفتيات والأطفال على دروس التعليم القرآني في هذا الشهر الكريم. جيت للمركز الإسلامي باش نزيد نتعلم الأحكام، لأنه الأصل في القرآن أننا نعرف نقراوه كما أنزل على الرسول الله عليه وسلم، والحلم تاعي أني نختم باش نلبس أمي وأبي تاج الوقار يوم القيامة إن شاء الله. جيت نقرأ القرآن الكريم، المعلمة ديالنا كتقول لنا مليح القرآن. ديك نقرأ عندها كتحفظنا بالأحكام، كتعرف تكري مليح. جو نقراو القرآن ونديرو أشغال يدوية مثل الفانوس والأشكال الأخرى. كما يقوم المشرفون على المركز بتكثيف حلقات من الذكر الحكيم، وما تيسر من القرآن الكريم يؤطرها أئمة وأساتذة مختصين. انشأنا مقرأة خاصة بتعليم طرق تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وهذه المقرأة يؤطرها أساتذة أئمة مختصين. تعليم كتاب الله عز وجل للطلبة على مختلف مستوياتهم الدراسية، فهنا حلقة تعليم القرآن الكريم تقام بالمركز الثقافي. طريقة تعليم القرآن في المركز، يشتغل الطلبة في يعني أوقات فراغهم بحفظ كتاب الله عز وجل، ثم داخل الأقسام يتم العرض وتصحيح الحفظ حتى يحفظ الطلبة. وتشتمل هذه المنارة الدينية على قاعة للمحاضرات وأقسام للدراسة وقاعة للإنترنت ومكتبات ورواق خاص بالمعارض، ليضاف للولاية صرح ثقافي يهتم بنشر العلوم وأصول الدين في أوساط الناشئة. ختام النشر المحلية، تقبلوا تحيات الفريق التقني والصحفي العامل معي.